خلينا ان احنا نتكلم عنه يوم بعد يوم. محمد صلاح الحقيقة بيحقق أرقام كبيرة جدا. يوم الخميس لعب مباراته رقم 150 على ملعب أنفيلد. من وقت انضمامه لليفربول من 2017 سجل على الملعب ده 103 هدف. صلاح في شهر ديسمبر، شهر اللي احنا فيه ده، شهر سبتمبر الشهر اللي فات يعني، مترشح على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي. هو فعلا سابق الكل، وده بقى شيء عادي لأنه صلاح بقى واحد من كبار نجوم الكورة العالمية وفي أقوى دوري في العالم. وأيضا أصبح يعني النهاردة الصبح يمكن أعلنوا أنه صلاح مترشح على جائزة لاعب شهر سبتمبر زي ما قلت لكم، ولكن المرة دي الجائزة من رابطة اللاعبين المحترفين مش الدوري الإنجليزي. يعني أنت بتتكلم عن صلاح اللي مسيطر يعني بشكل كبير جدا في الدوري هناك. صلاح بيسجل 3 أهداف، عامل 4 أسيستات في الدوري، ده في الدوري بس. ولو الناس زعلانة إن معدله التهديفي قل ومعاهم حق، لكن خلينا أقول لكم إنه صلاح يمكن هو أكتر، مش يمكن، هو أكتر لاعب في البريمير ليج صنع فرص محققة للتسجيل. تتكلم عن 9 فرص في 7 ماتشات، وأول لاعب بعديه في القايمة هتلاقي إنه صنع 5. فيعني بالعربي صلاح سابق الكل زي ما بنقول، وكل التوفيق له، وإن شاء الله يعني يتواصل دايما تحطيم أرقامك القياسية. الحقيقة المحترفين المصريين كلهم عاملين أداء كويس في دوريات أوروبا. عندك مصطفى محمد كمان في نانت واخد لاعب الشهر في فريقه، عمر مرموش لسه مسجل في دوري المؤتمر الأوروبي مع إنتراخت فرانكفورت،